الكاميرا شغاله، كنتوا شايفين انا منظف، شوف ايدي دائما منظف، انا انسان نظيف، ما شغلت الكاميرا عملت حالي منظف. كيفكم؟ شو اخباركم؟ الله يسعدك. تحياتنا جورج وكل شيء. كيفكم جماعتي؟ جورج اسكت. كرسي حبيب قلبي على راسي، على راسي جد الكرسي على راسي. مبدئيا اليوم جايب لكم اغرب شو كانت الكلمة للهيك شغلات أرقام قياسية. يس جبت لكم أغرب أرقام قياسية بالعالم. ماشي أوكي، اسمع كتير ناس اليوم فالفيديو حيطلع كتير في أغلاط كتير. أوكي، إلا بتعرفوا حدا هيك إنه أجته هاي الفترة بحياته اللي بده يكون عنده غمزات، عرفتوا الغمزات هيك الحفر اللي هون هاي هيك عرفتوها هاي هيك. مبدئيا هذا الزلمة قرر مو بس يعمل غمزات، لا بدي يعمل غمازات كتير كتير قوية لدرجة انه خلص ما حدا بعديه بالحياة كلها يعمل غمازات. خلص عرفتوا انه خلص هيك بدي يختم اللعبة الزلمة. بعدين الحلو كمان انه عملها ديزاين، طلع ديزاين كتير رائع جد، انه لو ما عملت لها ديزاين كانت بشعة حتكون، بس بعد ما عملت لها شغلة الجيش هاي صراحة صارت حلوة. انه انت انسان مزوج كثير صراحه، انا ما بعرف كيف بشرب بوكل عشان حيصير فيه انه ليك انه خليكم تشرب اشي هيك تلاقي شباب ملقط هون هيك. يا بس كثير حلوين الغمزات برو، زوجك نار. بطلع لسانك منهم كمان. اصبر، لا 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 كانه لسانه مكسوم بالنص. ايش 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 لسانه مكسوم بالنص. لا فمبدئيا الرقم القياسي هذا انه اكبر خزقة بالوجه، مو انه الوحيد اللي عامل خزقة بوجهه، لا كثير ناس عاملين خزقة بوجههم، بس هذا اكبر خزقة بوجهه. طلع ما احلى شكله. واو. بتسكروا عليهم غطا، هو مسكر الغطا تبعهم عشان يعرف ياكل، فكل ما يجي ياكل لازم يسكر الغطا. برافو مان. انا كنت افكر قراراتي بالحياة غبية بس واو تقدر تحط خيط بينهم. او ماي جاد. واو او ماي جاد. واو لو كنت عارف انه هيك كان من اول حكيت انه حلو. اوكي سوري تمسخر. هلا هذا الزلمه الجاي، هلا احنا بنحكي باكل اخضر ويابس، بس ما بنكون مقصدين هذا الحرف، بس هذا الزلمه باكل اخضر ويابس. هذا الزلمه حرفيا اكل طياره. لا اكل طياره. يس مين قدي؟ اوكي انا باكل طيارات برو. انت مين تحكي لي شو بقدر اكل ما اكل؟ جورج اخرس. بحاول اعمل حالي كول حركات. اوكي اسكت. جد صوره اخر زمان. فمبدئيا يا اخوان هذا الزلمه طلع قديش حلو وشكله قوي. خلال 38 سنه كان ماكل 9 طن معادن حديد، يعني سياره واحده وزنها طن، يعني 9 سيارات ماكل. احكي لكم شغلات اللي اكلها بالاعداد. ماشي 18 بسكليت ماكلهم هذول، ماكل بسكليت. 7 تلفزيونات، تختين، 15 عربية تعاون سوبر ماركت، كمبيوتر واحد. يعني بصراحة برو كان لازم تأكل كمان كمبيوترات. مش عاجبني الرقم. شو واحد كمبيوتر واحد، ما كل تابوت واحد، بس تابوت واحد، تابوت اللي بحطوا فيه الموتى. يعني ما كل واحد بس ست ثريات. أظن الثريات زي بيجوا زاكيين هيك، كان فيهم هيك فيهم لمسة غير، عرفتوا؟ بتعرفوا كيف إحنا نتصور مع خروف العيد؟ يندبح وناكله، هو متصور مع طيارة، تلفزيونات، بسكليتات قبل ما ياكلهم، يعني هو متصور مع العشاء تبعه. نايس. بحس الناس صارت بس بدها تكسر ارقام قياسية، شو استفدت؟ يعني قضيت حياتك بتاكل حديد، بعدين أكثر عيلة مش عيرة بالعالم، يعني عكسي أنا. كيف أنا إنسان ما بقدر أطلع لحية، بس هذول مو بس إنه يطلع له لحية هون على المناطق الطبيعية يطلع عليها لحية، لا بطلع لحية على كل وجهه. شفتوا الفرق؟ عمر الزلمة هذا، الزلمة هذا لحية كل مكان، الزلمة مليء باللحية. أنا ما أحكي زلمة بكون عم بسب عليه. أوكي لازم ما تنادي زلمة، لازم تنادي هيك 10 زلام. بعدين عندكم أنا، اللهم شماتة، بدي لحية بس بدي هاي المنطقة هيك، إنه هاي المنطقة اللي تحت عادي. أوكي بدي شوي لو يشتغل مطعم مش لازم يغطي كل وجهه بشبك عشان ما ينزل شعر على الاكل. سؤال صعب. زي المرأة عندها رقم قياسي باطول اظافر بالعالم. طلع كمان بتحط عليهم مناكير وهالسواليف وبتعتني فيهم. هاي صار لها 24 سنة بتطول اظافرها.
24 سنة. أنت متخيل 24 سنة؟ يعني ما أظن لما يكونوا أظافرك هالقد طولهم تقدر تعمل الشغلات اللي تمسك منينة مي مثلاً. هذا السؤال الوحيد اللي حد. ليش؟ ليش؟ برو ليش؟ شو اللي الله جابرك؟ ليش هيك تعمل بحياتك؟ سي برو إنك طول أظافرك إشي بس تخلي بنات صغار يلعبوا. لا ما تخلي بنات صغار يلعبوا بأظافرك. لا أظافر هدول. كيف تروح الحمام؟ كيف تتحمم؟ لو شعرها يحكها كيف بتحك شعرها؟ لو بدها تنكش منخارها؟ لا عن جد عن جد عن جد لا لا اصبر اصبر. لو بدها تنكش منخارها كيف بتنكشه؟ ترضى تتزوج واحدة اظافرها طويلة؟ ايش يا اخوي؟ بصحي لنا. هلا انتوا عم تسألوا حالكم ايش اللي عم نطلع عليها صح؟ اوكي بتعرف شو اللي عم نطلع عليه؟ رقم قياسي. هذا نايم حواليه جوز هند وهون في واحد ماسك مطرقة وعيونه مسكرة ولازم يكسر كل جوز الهند. عيونه مسكرة مغطى عليهم. طلع يعني غلطة واحدة والزلمة هذا بيختفي هيك بنعمل له ديليت هيك برو. كيف كيف متحمل برو؟ انا بتيجي علينا موسم انا نايم برتع الشيك مش انه خلصت الارقام القياسيه برو. جد خلصت الارقام القياسيه يعني عن جد عن جد في 50 شو 50 لما اجي احكي رقم كبير ده ما بحكي 50 اوكي انه في جد ممكن مليارات هيك ارقام قياسيه ممكن تكسرها بس لا انت لقيت هذا صح. اوكي هذا الرقم القياسي الجاي جد كثير حلو. اوكي كثير 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 حلو. يوتيوبرز عملوه الفيديو تبعهم جميع 20 مليون فيو. اوكي شوفوا شوفوا حيزتوا كره سله من بناي انه كثير طويله كثير كثير عاليه. طلع 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 فوتها برو برو نو دام دام جد كثير كثير حلو. واو جد تزئيف. اوكي رقم قياسي حلو ما بيؤذي حدا وجميل للعين كثير بهنيكم. اوكي رقم القياسي الجاي لزلمه مولع حاله على نار هيك مولع حاله. اوكي وحصان بسحبه. طلع يا برو نايس نايس جي جي برو انت حطمت الارقام القياسيه. كم مره بنسال خلصت الارقام القياسيه وشكله كثير مستمتع جد انه وجهه متعه 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 الارقام القياسيه هي انه شوف انا بحترم انه انجاز ماشي بس ليش ليش هيك تخاطر بحياتك مش مستاهله كثير معصب. باي زلمه بزت حاله من ارتفاع 11 متر. اوكي اصبر اصبره بركه مش غميقه البركه ارتفاعها 30 متر انه لما ينزل بالماي بخبط بالارض متخيلين قديش بتوجع. اسمع جد هذه من اكبر مخاوفي بالحياه انه لما انط بمسبح اخبط بالارض. اوكي بس هذا بيعملها بالعمل من ارتفاع 11 متر ومسبح الاولاد الصغار طلع بوصل لاقل من ركبته. ليش 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 ليش؟ فمبدئيا هذا الزلمه بحط طوبه على راسه وواحد بزت عليه كره بولينج تكسر الطوب على راسه. انا ايام المدرسه انا كنت الولد اللي دائما بتيجي الكره بوجهه لما كنا نلعب كره مش عارف ليش. اوكي اسمع انا ما طول حياتي ما بعرف العب كره قدم. اوكي فلما نلعب كره قدم بالمدرسه كل جيم لازم تيجي كره القدم نص وجهي هيك تكون بتعرف لما تكون مطر وهيك وكره القدم تكون مبلوله هيك لازم تيجي بنص وجهك دائما دائما دائما. عندي رعب من كرات القدم كرات السله. انا لما اشوف كره قدم وكره سله برو برجوف. اوكي انت بالعمد بتخليه يزت عليك كره بولينج. كره البولينج بتعرف قديش ثقيله صح؟ ترى 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 الرقم القياسي الجاي. هلا هذا كان كلهم اغبياء. هذا انه كيف اوصف لكم اياها بطريقه ما بتهينه كثير غبي. هذا رقمه القياسي اكثر كميه تفاحات قطعهم من شر الكتروني وهي محطوطه بتمو تفاحه. وصفتها صح؟ شوف فا يا طلع 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 نايس يس 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 اه يس بس هيك يعني رقم القياسي. بيكون عينيه مسكره صح؟ اسمه غلطه واحده انت متخيل غلطه واحده بيقطع من خاره. بحس شغله الارقام القياسيه صارت انه تجبر الناس يعملوا شغلات غبيه. هاد كمان حدا بحرق حاله. يس رقم قياسي جميل.
فمبدئيا هذا رقم قياسي انه حرق حاله وركض 100 متر وهو محروق ومولع. هذا البنات لما يشوفوه بركض بيحكوا له انت ساخن. ايش جورج ما عجبتك؟ فرو انت صوره ما بتقدر تحكي اصلا. واو ركض متعة الركض جد متعة الرياضة هاي. طلع طلع زي الولد صغير وهو بركض هيك هيك الطفل هيك عرفت. طلع طلع الزلمة هذا الزلمة عنده أكبر تم بالعالم. شوفه هو رقم قياسي بس هو انولد فيه يعني مش ليش نكافئه على ايش انولد. ليش اسنانه صغار؟ طلع 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 ليش تبو بمد. لا ترى انا جلدي انه جلدي بمط شوي. جلدي بمد. بقدر اخذ رقم قياسي هيك شيء عشان انه كنت دبدوب وانا صغير ف طلع طلع طلع. اوكي بقدر اخذ رقم قياسي على هاي. طيب طلع اصبعي طلع باشر للسقف. انا لما احكي لحد امشي قدام بكون باشر على السقف. لا حيدخل كولا تفوت لا عشان عشان يقارن حجم. اوكي كثير جابالي اجربها كثير مش ما عندي كولا مشكله. يا الله كيف هيك كيف انا بتطمنوا اني اقوى من زلمه اللي بحط كولا بتمه. اعملوا لايك اشوفكم على الفيديو الجاي. اوكي استلموا على الكرسي. كرسي احكي هاي كيفكم جماعه.